صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ان احنا بدأنا خلاص العشرة اللي قبل العيد، الوقت بيعدي بسرعة جدا. ان شاء الله واخده قرار ان انا اصوم العشر ايام او اللي هم التسع ايام دول كلهم، ما تكون اول مرة ليا ان شاء الله. دلوقتي انا عندي ميتنج تبع الكلوب بتاعي بتاع CDC، وهيكون اول ميتنج لينا في السنة، وهيكون اول مره اقابل. بقى انا دلوقتي المره دي محطوطه مع الجروب بتاع الببليك ريليشنز، فتبقى اول مره ليا اقابلهم ان شاء الله. فيا رب يكون ميتنج حلو كده ونبدا بيه السنه في الجامعه حلو. قالت لي الدور التالت. بسم الله يا جماعه، عايزه اقول لكم حاجه. اعتراف، انا بكره الاسانسيرات، ما بحبهاش خالص، مش ما اعرفش، مش بحبها. ازيك يا رنا؟ هاي، عامله ايه؟ الحمد لله. مالك؟ انا الاك. عامله ايه؟ الحمد لله. اوكي، بس انتوا هتلاقيني دايما معايا الكاميرا عشان ما يوتيوب شانل. امنتين اتليست الامبروفمنت اللي احنا وصلناه، اهم حاجه احاول اطلع منكم كل البوتنشال، كل الايدياز، وان احنا نسيب كل، اخلي كل واحد فيكم يسيب الامبريت. اخر حاجه واهم حاجه انه كل ممبر فيكم بعد، يعني هخليكم كل واحد النهارده ان شاء الله هيكتب هو نفسه بعد سنه يشوف نفسه امبروفد فين. بعد سنة هديك الورق لو هتشوف الموضوع على فرق ازاي. لا لا، انا ماليش في الاخراج. اصورها عشان يحسوا انهم كتير. لا هم كتير يا رنا. ثانك يو يا رنا. نايس ميتنج، بناكل في الميتنج دونت. لا لا، انا صايمه. ايه ده، صايمه يا بسمه معايا؟ هي بسمه، مش عايزه اعرف. انا عندي ايديز. عايز اقول حاجه. خلصت الميتنج الحمد لله، وكان ميتنج حلو جدا. انا مش عارف، انا ده كلوب تبع الجامعه، ستودنت اكتيفيتي، يعني نشاط طلابي بنعمله، اللي هو تنميه عن صحه الاسنان والفم والكلام ده. وانا فدوت كان اول ميتنج للسنه دي ان شاء الله، خلصته دلوقتي. وبعدين لقيت بابا وماما بيكلموني بيقولوا لي احنا كلنا صايمين، فقالوا لي ايه، هننزل نفطر بره في محل قريب، يعني انا في مصر الجديده. عايزه اطلب اوبر بقى دلوقتي عشان اروح نفطر هناك. معرفش المطعم ده، تقريبا بابا بيقول لي مطعم هندي، هنجرب اقول لكم رايي. دايما كنت بقرا ان هو بيقول لك كن عبدا ربانيا ولا تكن رمضانيا، وانا كنت بحس ان ايه ده، لا رمضان ليه طعم مختلف. وبعدين سبحان الله لقيت نفسي ان انا لما عملت نفس الحاجه اللي كنت بعملها في رمضان في اللي هم الاول كام يوم من الحجه، لقيت ان ايه ده، طب ما انا فعلا انا لو اخدت قرار ان انا عايزه ابقى عبده ربانيه، ربنا موجود طول السنه، فعلا بقوم اعمل كده. هي بس مجرد ان الواحد يقوم ياخد القرار ده، يحط في دماغه ان انا هاخد القرار ده. السلام عليكم.
تمام انا وصلت. ايه ماما؟ ايه وصلت. سلام عليكم. هو ده المطعم الهندي؟ ده المطعم. طيب كنت عايزه بس الترابيزه الخمسه بس هم لسه ما جوش يعني. انا بس اللي جيت. اللي انت عايزه. اول حاجه وصلت السلطات. ده العيش ده اسمه ايه؟ نان. ايه سلطه الزبادي وسمبوسك وسلطه خضراء. دي الفراخ اللي انا طالباها مش عارفه اسمها ايه. وده الرز. هدوق بقى واقول لكم. الاكل حلو جدا جدا جدا. يعني اقول لاي حد بيحب الاكل الهندي المطعم ده موجود جوه اوتيل في مصر الجديده. الاوتيل هقول لكم اسمه ايه. الاوتيل اسمه ذا كارفن هوتيل وموجود فيه مطعم هندي اسمه مسلة. حلو جدا. بحب الاكل الهندي والفليفر الطاغيه قوي دي تحفه. بس هنصحكم نصيحه لو مش بتحبوا الشطه يعني قولوا ان انتوا ايه بلاش اللي هو سبايسي عشان انا جبتها سبايسي وكانت بشعه. قاعدين كنا قاعدين بناكل واحنا فعلا مش قادرين. بس فعلا ارشحكم جدا انكم تسيبوا الاكل. حلو جدا جدا جدا. ده اسم المكان The Carbon Hotel. وزي ما بقول لكم انصح اي حد فعلا ان هو يجي هيتبسط جدا 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 لو بتحبوا الاكل الهندي. روحت بعد يوم طويل وبعدين بصوا لما ماما لما وصلتني الميتنج اللي كان عندي قلت لها كانت هي وراها كم مشوار. فمن ضمن المشاوير دي هي كانت قريبه من ميدان الجامع وفي محل دايما لما بكون عايزه قماش بجيبه من هناك. فانا خليتها تجيب لي شايفين القماش ده شايفين اللي هي الماتيريال دي عشان انا عايزه ان شاء الله قبل ما الجامعة تدخل عايزة اعمل فستان اسود يكون طويل وكم عشان البسه. يعني عارفين طبعا الفستان الاسود بالنسبة للبنت بيستخدم كتير قوي ازاي. فده برضو من الحاجات. وطبعا انا مش لاقي حاجة تكون على مزاجي بالظبط بالمواصفات اللي انا عايزاها. خصوصا انا عايزاه يكون بكم وطويل ويكون عارفين مقفول كده من هنا عشان ما اضطرش ان انا البس بادي او اي حاجة من تحت. طبعا البنات هتفهمني. فعشان كده بصراحة قلت انا مش دايما بفصل حاجة بس قلت بصراحة ان انا هجو للاختيار ده ان انا افصل المرة دي الفستان. وهتبقى تجربة واكيد ان شاء الله لما هفصله هوريه لكم. هخلص يعني دلوقتي وهصلي وبعد كده هتمرن شويه ومش عايزه بقى اخدكم معايا عشان ما تزهقوش مني عشان تقريبا كل فلوج بكون بتمرن فيه. فقلت بس اقول لكم عشان تبقوا عارفين ان انا هتمرن النهارده بعد لما فطرت. يعني ما اتمرنتش قبل الفطار عشان كنت بره. وبس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. وكل سنه وانتم طيبين وما تنسوش الصيام وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتم تعملوا اي حاجه خير ولو بسيطه عشان الاعمال الصغيره حتى في الايام دي عظيمه جدا 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 عند ربنا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.